في بداية أشغال المجلس الحكومي نوه السيد رئيس الحكومة بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني بتأهله لدور ربع نهائي كأس العالم 2022، ليكون بذلك أول فريق عربي ورابع فريق إفريقي يصل إلى هذه المرحلة المتقدمة من المنافسة، متمنياً أن تتوالى انتصارات المنتخب الوطني الذي رفع علم بلادنا عالياً وأظهر للعالم بأسره مدى قوة الوحدة واللحمة التي تجمع المغاربة مجندين خلف جلالة الملك نصره الله. وحي السيد رئيس الحكومة بحرارة الجمهور المغربي على الروح الوطنية والتعبئة والمساندة المعهودة فيه، وجدد الشكر باسم كل أعضاء الحكومة للطاقم التقني ولمسيري وأطر الجامعة الذين واكبوا لاعبي المنتخب ليبصموا على مسار رائع شرف المغاربة قاطبةً.